الزمالك ما زال يشعل الدوري بعد الفوز على غزل المحلة بهدفين مقابل لا شيء لبن شرقي واسيست من زيزو ومن شيكا اللي دايما بيغير النتيجة فور نزوله. يا إبراهيم اللي حصل في الشوط الثاني؟ الزمالك ما جاش الشوط الأولاني صح؟ طبعا الزمالك دايما بيفوق في الشوط الثاني على طول، بنشوف ان هو بيبقى عنده مشكلة في الشوط الأول، بيدخل مباراة متحفظ شوية، بيبقى فيه أخطاء في الدفاع، بيبقى لسه الفريق، لأن كل ماتش الزمالك بيدخل متغير تشكيل لعيب بيلعب غير مركزه، فطبعا لازم الانسجام أو التعود على اللعيبة ومراكزها وتمركزاتها في الملعب بتاخد وقت شوية، فعلى طول بيبدأ التغيير أو تصليح الأمور أو تصليح إن في بعض الأخطاء من في البداية بتتغير في الشوط الثاني مع تدخل فيريرو، وده اللي حصل في ماتش النهارده. طب الشوط الثاني برضو من بدايته ما كانش فيه برضو تغيير قوي، اعتقد النص الثاني من الشوط الثاني هو اللي شفنا فيه شويه الزمالك ظهر بصوره افضل. بالظبط، لان الفتره دي بقى خلاص غزل المحله هو طول الماتش، يعني انا شايف ان غزل المحله كان على طول هو اللي ضغط على الماتش، ضغط على دفاعات الزمالك، هدد المرمى اكتر من مره، تالق عواد، فكل الفرص او المحاولات اللي عملها نادي غزل المحله في ماتش النهارده ده ارهقته بدنيا، في خصوص كمان ان هم بداوا طمعوا في المباراه، كان في تقدم من الدفاع، كانوا بيلعبوا دفاع متقدم، الزمالك قعدته لعب على الكور العرضيه لتاني ماتش على التوالي، الزمالك بيحرز من ركله ركنيه راسيه من بن شرقي المره دي بدل حسام عبد المجيد اللي سجل الهدف في المقاولين الماتش اللي فات، فيعني دي لعبه محفوظه من نادي الزمالك بيلعبوا عليها وبيتدربوا عليها بشكل ملحوظ. التغييرات اثرت بشكل كبير جدا في اداء الزمالك النهارده. انا بقى مش فاهمه شويه تغيير امام عاشور وفتوح، انا فتوح ممكن اقول عشان لسه يعني جديد بقى له مده كان بعيد، لكن امام عاشور ايه سبب التغيير؟ امام عاشور سبب التغيير النهارده ان هو خرج الماتش بعد 6 دقائق، 6 دقائق بيحصل على انذار ملهوش اي لازمه هيخليه يغيب، مش هيلعب بقى بالزبط. مباراه الدوري القادمه سموحه، هيغيب عن مباراه سموحه وليس الاهلي، في ناس بتقول ان لا هيغيب عن ماتش الاهلي ونهائي الكاس اللي جاي، لكن لا، لائحة الدوري الممتاز منفصلة عن بطولة كاس مصر، فالغياب يطبق على اللعيب في بطولة الدوري فقط، فبالتالي امام عاشور هيغيب عن ماتش سموحة. وكمان يعني هاخد من كلام فيريرا مدرب الزمالك ان هو التغيير فني بحت، يعني هو ما استناش حتى يديله فرصة يرجع او يديله كلام بين الشوطين، لا فيريرا قرر اخراج امام عاشور بسبب ان هو خرج عن المباراة ما بقاش في تركيزه، خرج على المباراة بعد حصوله على انذار، كان ممكن في الماتش كان بدني شوية، في تدخلات قوية جدا ما بين اللعيبة، فخاف ان الزمالك يفقد لعيب، وان كمان اللاعب امام عاشور ما كانش في حالته، ما كانش في اللعيب اللي بيسنده، فقرر ان هو يخرجه ويدفع مكانه بشيكابالا. الفرق النهاردة كتير جدا مع الزمالك زي كل مباراة، شيكابالا بيصنع الفارق، وتغيير فتوح طبعا بسبب ان هو ما بيلعبش الفتره الاخيره، فطبعا دخول عبد الله جمعه نشط الجبهه الشمال بتاعت الزمالك بشكل كبير، وكمان نشط الجبهه الدفاعيه كمان، يعني هو نشط وساهم في فرص للزمالك في الهجوم، وكمان حافظ على نظافه شباك الزمالك. شايف تغيير في عبد الله؟ عبد الله سعيد متغير شويه. عبد الله جمعه، عبد الله انا اسف، عبد الله جمعه متغير شويه، متغير من ناحيه بدنيا اكيد طبعا، الوظايف اللي هو بيعملها، مركزه في الملعب، وجوده بقى بيفرق. في الاول كان عبد الله جمعه بينزل يعني ما تحسش ان هو موجود، وده تاثير فيريرا، يعني انا شايف ان اللي فيه عبد الله جمعه واللعب بيقاتل على الكوره، بيدافع بشكل كويس جدا، بيهاجم بشكل كويس جدا، ده تاثير فيريرا على اللعيبه، كل اللعيبه بتاعت الزمالك النهارده بتقاتل بتحارب على الكوره، عارفين قيمه المباراه، عارفين قيمه النقاط اللي لازم يحصدوها في بطوله الدوري، وان الفوز بتاع النهارده ده كان مهم جدا، فطبعا ده تاثير من فيريرا، يعني انا شايف بدنيا وجسمانيا حتى احنا شايفينه في تغيير فعلا في عبد الله، بالظبط، فاس كتير جدا، بدا يبقى عنده مجهود دفاعي وهجومي، ممكن يروح الملعب ويجري الخط ده رايح جاي، ما بيتعبش زي ما كان بيحصل. مفتقدين ده بقى، يعني الزمالك اعتقد كان مفتقد عبد الله اللي هو طبعًا اللي بيروح وبيجي لما كانت الدنيا بايظه شويه، يعني هو حل بالظبط، حل مشكله ان في مره واحده
عبد الله جمعه حل فكره ان في غياب لفتوح في غياب لعبد الشافي، فظهر في وقت مهم جدا تاثير فريرة او شغل فريرة معاه والجلسات اللي بيعملها مع اللعيبه كلها مش عبد الله جمعه بس، فرقت مع الفريق الزمالك بشكل كامل. عواد قصه وروايه، هنقول ايه على عواد؟ بطل المباراه يعني، هو للمره الكام للمباراه الكام دي نقول ان عواد هو بطل المباراه؟ بالظبط ما بنعدش، لان عواد من ساعه ما خد الفرصه واحنا دايما بنشيد ان لازم عواد ياخد الفرصه، لازم هو يبقى ليه دور مع انقذ الزمالك النهارده من كذا هدف محقق. بالظبط يعني. يعني هو بالظبط شال اكتر من 5 اهداف محققه على نادي الزمالك. المشكله الوحيده ان هو يعني هي مشكله عواد الوحيده كورتين كده كانوا يعني شويه، الكره المشتركه مع اجويرو مهاجم نادي غزل المحله، والكرات العرضيه يعني الكرات العرضيه هو عنده مشكله شويه ما بيخرجش. قلتها برده قبل كده محتاج يشتغل عليها اكتر، محتاج يشتغل عليها. عنده مشكله شويه ان هو قصير القامه، ولكن يعني هو محتاج يتدرب شويه على الكرات العرضيه دي، هتفرق معاه جدا وهتساعده ان هو يعني انا شايف ان هو ضمن مكانه وسط الحراس في منتخب مصر. تفتكر؟ اكيد. يعني مش عارف ليه دايما عواد مش متشاف كويس، لا يعني تحس ان عواد دايما ما بيبقاش اي يعني من ضمن الاختيارات. انا حاسس ان لا لانه يستحق يعني اكيد يعني. يستحق. وكمان الفتره اللي فاتت غياب ابو جبل وبعده عن الصوره وتذبذب مستوى الحراس في الدوري بشكل كامل بيعطي عواد الافضليه ان هو يشارك مع منتخب مصر. غزل المحله رايح على فين يعني النهارده؟ برضو ما توقعناش الاداء يبقى كده يعني، كان يبقى في شراسه، كنا فاكرين يبقى في شراسه شويه. الشراسه شفناها شويه في الشوط الاول، لكن طبعا المجهود البدني انت بتبذل، انت اللي بتهاجم اكتر، انت اللي مستحوذ على الكره وكنت بتهدد مرمى الزمالك بشكل كبير جدا. انا شايف ان اللي فيه غزل المحله دلوقتي راجع يعني انا حاسس ان اللعيبه او النفسيه بتاعت اللعيبه متاثره شويه بسبب الخساره الثقيله جدا اللي خسرها في نهايه كاس الرابطه. فدي لسه مأثره على الفريق. كابتن مصطفى عبده لسه مش قادر يخلي الفريق يفوق من الهزيمه دي، محتاجين شغل اكتر، لان هم دلوقتي بعد الخساره دي والمباريات الجايه مش هتبقى سهله خالص، والفتره الجايه هيبقى في منافسه كبيره جدا، فمحتاجين يشتغلوا لان هم قريبين جدا من منطقه الهبوط. يعني شفنا ماتش برضو الحقيقه كان مثير للاعصاب، وكان يعني مش عارفين هينتهي بالتعادل ولا بالفوز لنادي المحله، لان هو كان فعلا زي ما انت بتقول هو اللي ضغط اكتر، ولكن الزمالك يعني قدر يخطف هدفين لبن شرقي من صناعه زيزو وشيكابالا اللي دايما بيغير في النتيجه يعني. بشكرك يا ابراهيم على تحليلك النهارده، وبشكر حضراتكم على متابعتكم.